بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الفل والجمال على حضراتكم جميعا. الأمور عمالة تتصاعد بشدة، الأحداث متواترة متلاحقة، عدد كبير جدا من الأحداث بتحصل. امسح الأحداث. عدد كبير جدا من الأحداث بتحصل بشكل متواتر بشكل سريع جدا. كل يوم والتاني هو عمالين نشوف بعض التسريبات اللي عماله تطلع أقربهم دلوقتي، التسريب بتاع العقد بتاع سيف فاروق فؤاد جعفر، سيف ابن الكابتن فاروق جعفر، هنتكلم عليه بالنقد والتحليل النهارده. الحقيقه في يعني من ضمن الاخبار او من ضمن الحاجات يعني اللي اسعدتني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني يعني بشكل كبير جدا، ان هناك بعض النواب في البرلمان المحترمين اللي ابتدوا يعني ايه يتحركوا، ابتدوا يتفاعلوا، ابتدوا يبقى فيه تجاوب على اللي احنا بنقوله وعلى اللي احنا بنتكلم فيه. خبر في منتهى الأهمية أسعدنا أنا شخصيا على المستوى الشخصي والمستوى الإنساني، حتى كمان الصيغة بتاعة البيان اللي نزل بيه النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري. النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أكد أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بمناشدة أعضائه بسرعة دفع الاشتراكات المتأخرة، كما أعلن أيضا عن قيام ما يزيد عن 1000 عضو بدفع الاشتراكات خلال اليومين الماضيين. وقال سيادة النائب المحترم السيد في بيان صحفي لي إن مجلس إدارة نادي الزمالك قام أيضا بإنشاء مقر للشهر العقاري بمقر النادي لتسهيل قيام الأعضاء بإجراءات خدمات الشهر العقاري التي يوفرها هذا المنفذ، علما بأنه لم يتم طلب ذلك من وزارة العدل. وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة نادي الزمالك تخالف قرارات رئيس الوزراء، والتي تحذر من فتح الأندية والمنشآت الرياضية مما يتسبب فيه هذين القرارين من مجلس إدارة الزمالك بالالتفاف حول قرار مجلس الوزراء، ويؤدي إلى تجمعات من الأعضاء داخل النادي إما بحجة دفع اشتراكات أو إنهاء أحد الخدمات بالشهر العقاري. وأوضح أن مثل هذه الإجراءات التي يقوم بها مجلس إدارة نادي الزمالك تساهم في انتشار وباء كورونا من خلال تزاحم أعضاء النادي لدفع الاشتراكات أو إنهاء الخدمات التي يقومون بها في الشهر العقاري. فبيان محترم جدا من النائب حسين السيد، يعني راجل طبعا اتكلم في مجمل حديثه على اللي احنا حذرنا فيه هنا في برنامجكم كلمة حق في قناتكم، لان محدش تقريبا محدش اتكلم في الموضوع دوت غيرنا، او لو في حد اتكلم فبعد ما يعني اول ناس اثرناه احنا من اول ما طلع وتم الاعلان عن فتح باب الاشتراكات. ويمكن النهارده بالتحديد اذا كنت بنقل لحضراتكم الصوره يوم بيوم، فاذا كنت امبارح واول امبارح قلت لكم ان في رعب من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك في ان هم يروحوا يسددوا الاشتراكات، فالنهارده على النقيض تماما. لا، النهارده كان في زحمه بشكل كبير، يمكن تجاوز عدد الحضور النهارده اكتر من 1300. انا بنقل لحضراتكم
يعني الصورة زي ما هي بتوصل لي بمرضي الله. يعني لا بنحاول، لا يعني لو الأعداد قليلة ما بقولكش دي 5000 6000 زي ما هو بيطلع يقول، ولو الأعداد كبيرة ما بقولكش قليلة، لا أنا بنقل لك الصورة واضحة، بنقل لك الصورة واضحة. اليومين ثلاثة اللي فاتت لا كانت الأعداد قليلة جدا، كانت الناس خايفة، كانت الناس مرعوبة، كانت الناس قلقانة إن هي تنزل تسدد الاشتراكات. عدد كبير جدا من الناس مقتنع جدا بحاجتين أساسيتين، الحاجة الأولانية إن ميعاد تجديده 1/7، فما فيش مبرر أبدا إن هو يروح النهاردة يدفع الاشتراك جوه سريانه. احنا قلنا الغرامة اللي هو بيقولها واللي ليس لها أساس من الصحة، ليس لها أساس منين؟ من الصحة. وبكرة بمشيئة الله تعالى هثبت لحضراتكم، هثبت لحضراتكم وهثبت لكل الأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك صدق كلامنا فيما يخص الغرامات. بكرة بمشيئة الله تعالى هثبت لحضراتكم وهثبت لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك المحترمين إن صدق كلامنا فيما يخص الغرامات. اللي احنا قلنا مفيش غرامات هتدفع ولا جمعية عمومية ولا فيش غرامات اللي هي ال 1000 جنيه اللي هو بيهدد بيها الناس، أو يعني اللي بيهددوا بيها الناس. طبعا كل تحية وتقدير لسيادة النائب المحترم حسن السيد على تجاوبه، ويمكن هي ديت الايه هو ده وظيفة نائب البرلمان، هو ده شغله، هو ده اللي الناس انتخبته عشانه. ايه هو؟ انه يخاف على مصالح الناس، انه يخاف على صحة الناس، انه يخاف على عيا الناس، انه يخاف على مرض الناس، انه يطبق القانون، ودي اهم من اي شيء، لان انا شايف البيان اغلبيته ماشي في اتجاه تطبيق القانون، تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، وان اللي بيتم على الارض ما هو الا عبارة عن التفاف على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء من نائب في البرلمان، برضه من نائب في البرلمان. فالنهارده هذا هو الفارق ما بين نائب ونائب. نائب بيدور على مصالح الشعب، ونائب آخر ما يهموش مصلحة الشعب. نائب بيدور على صحة الشعب، ونائب آخر ما يهموش الشعب. نائب بيطبق القانون اللي رئيس مجلس الوزراء حاطه يتطبق على الناس كلها، ونائب آخر بيلتف حوالين هذا الايه؟ حوالين هذا القانون حتى ولو كانت التعليمات شفهية، وحتى ولو كان الإذن شفهي، حتى لو كان كده، يعني حتى لو أنا كنت خدت إذن أو تعليمات بشكل ايه؟ شكل. كل تحية وتقدير لسيادة النائب حسن بيه السيد. انا طبعا عمري ما شفته ولا عمري كلمنا، البيان طبعا اثار يعني حاجات كتيرة جدا، يعني من الحاجات الكويسة ان يعني اول مرة احس بصراحة، يعني اول مرة احس ان في مجلس نواب، في نواب لا يعني بتطلع وبتتكلم وبتدافع عن يعني عن حاجه غلط هم شايفينهم في هذا الايه التوقيت ده. انا يعني ده احساس انا الشخصي، يعني بعد طبعا هذا الكم الكبير من التجاوزات اللي انا شفتها واللي اغلبها الحقيقه كان طالع من بعض الساده. يعني المهم ده الموضوع الاولاني الايجابي اللي انا حبيت ابتدي بيه موضوع الحلقه. الموضوع التاني اللي انا احب اتكلم فيه برضه بشكل يعني موضوعي، وهو قصه التسريب بتاع العقد بتاع سيف فاروق جعفر ابن الكابتن فاروق جعفر. طبعا تم تسريب العقد عن طريق اعتقد الوطن، مش كده؟ يعني هي اللي مسربة العقد، عقد مش عارف مدته 5 سنين، سيف بياخد فيه 6 مليون جنيه. طلع طبعا فاروق جعفر
كدب الكلام دوت من شوية وقال مش هو ده، مهم يعني، لا يعني قال مش هو دوت العقد ومش مش هو دوت العقد، مش ده موضوعي.